جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم حملات من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع ماجد. بداية مانشيت مع صحف دمشق التي ركزت على عمليات الجيش العربي السوري على أكثر من محور، نقرأ من تشرين أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها: الجيش يحكم السيطرة على تلة الشيخ سعيد الاستراتيجية ومواقع أخرى في حلب. الدوما يصدق على اتفاق القوة الجوية الروسية إلى أجل غير مسمى. لافروف على باريس الأخذ بالتعديلات طرحناها على مسودة المشروع الفرنسي في مجلس الأمن. طيران التحالف الدولي يواصل استهدافه البنى التحتية السورية ويدمر جسر السياسية شمال مدينة دير الزور. هربا من إرهابي التنظيمات الإرهابية، خروج عشرات الأشخاص مع عائلاتهم من الأحياء الشرقية لحلب عبر الممرات الآمنة. نظام بني سعود يرفع الحظر عن موقع صحيفة إسرائيلية. إسرائيل تصادر كاميرات مراقبة فلسطينية الخاصة لملاحقة نشطاء الانتفاضة. ننتقل إلى صحف بيروت التي ركزت على عدد من الملفات المحلية والعربية. نقرأ من الأخبار. أبرز عناوين الصحيفة جاءت كالتالي: لم أسمع من الحريري ترشيحا ولا أحد يعرف حقيقة الموقف السعودي، بري سأجلس وأتفرج. نقرأ أيضا من الأخبار: سباق ما بعد الموصل، خرائط التقسيم حاضرة. حلب في مجلس الأمن، نهاية الدبلوماسية. رئاسة أوروبا مسمار جديد في نعش الاتحاد. مصر الحكومة خائفة من تظاهرات 11 من نوفمبر المعيشية. بريطانيا المحافظون ماضون في غيهم الانعزالية. الاسترليني في أدنى مستوياته منذ عام 1985. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية ونقرأ أبرز تحليلات كتاب جريدة البناء التي عنونت على صفحتها الأولى كالتالي. أبرز عناوين الصحيفة: معارك ضارية في إدلب بين الجماعات الإرهابية وواشنطن قلقة على أسلحتها. موسكو لفتح باب ديمستورا لإخراج النصرة وفيتو للمشروع الفرنسي. الحريري يمهد بإعلان عون أحد الخيارات، وخليل يطبع بين بري وبكركي. بدء فرز وإحصال أصوات، المغاربة يختارون ممثليهم في البرلمان. القوات الروسية تقتل 6 متشددين. نقرأ أيضا: بروكسل لتحقيق دولي حول استخدام الكيميائي بدارفور. أنقرة تواصل تحدي بغداد، تصريحات العبادي خطيرة ومستفزة. بينما صحف تونس ركزت في عناوينها على التطورات السياسية الحاصلة في دول المغرب العربي بدءا من انتخابات المغرب انتهاء بتشكيل حكومة ليبية، نقرأ من الشروق. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها: الشاهد غدا في الجزائر، تأكيد لسياسة اليد في اليد. الانتخابات المغربية استحقاق قد يغير خارطة البلاد السياسية. قد تضم حفتر مشاورات لتشكيل حكومة ليبية في تونس. نقرأ أيضا: المغرب حزب العدالة والتنمية يفوز مبدئيا في الانتخابات التشريعية. مقطع صوتي فاضح لترامب يدفعه لاعتذار نادر. بينما ركزت صحف الأرض المحتلة على توسيع كيان الاحتلال المشروع الاستيطاني في أكثر من منطقة والخطط الموضوعة لضم عدد من المدن الفلسطينية للأجزاء التي يسيطر عليها العدو، نقرأ من الأيام. أبرز عناوين الصحيفة: الاحتلال يقرر بناء مستوطنة جديدة على أراضي قرية جالود، ومخطط لتوسيع مستوطنة بيت إيل على أراضي دور القرع. نقرأ أيضا: إصابات خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية السلمية. بنت يدعو إلى ما سماه بالتضحية من أجل ضم الضفة إلى إسرائيل ورفض السيادة عليها. لن يزور قطاع غزة وفد الجنائية الدولية، يبدأ زيارة توعوية لفلسطين اليوم وغدا. إسرائيل ترحل جميع ناشطات سفينة زيتون التضامنية. منصور للأيام بدء المشاورات لتقديم مشروع قرار ضد الاستيطان إلى مجلس الأمن. أما صحف بغداد فعرضت لارتفاع حدة التوتر الحاصل بين العراق وتركيا، إضافة لعرضها التطورات الميدانية، نقرأ من الصباح الجديد. أبرز عناوين الصحيفة نقرأ منها: هل ستتعامل تركيا مع قرار مجلس الأمن واحترام سيادة العراق؟ مطالب برلمانية بمحاسبة السياسيين المتناغمين مع أردوغان بتهمة الخيانة العظمى.
الخارجية الأمريكية تدعو جيران العراق إلى احترام سيادته وكرامة أراضيه. القوات الأمنية تحرر منطقة تل أسود في جزيرة هيت وترفع العلم العراقي فوق مبانيها. تركيا تحدد شرطا لحل أزمة وجودها في العراق. ويكيليكس كلينتون دعم تنظيم داعش الإرهابي بالسلاح. إلى هنا ننهي منشط وننتقل لتقرير أهم تناولات أقلام كتاب في إصدارات هذا اليوم. كتب زهير ماجد في الوطن العماني: شامخة قلعة حلب، متحدية كعادتها، قوية الحضور رغم همجية الإرهاب الذي لا يريد لها أثراً. قلعة حلب رسولة عاشقة للعالم كانت، وينبغي بهذا العالم أن يهب للدفاع عنها، أن يمنع الأيدي الآثمة من الوصول إليها، أن يحميها من هذا السوء الذي رماها في أحد الأيام ببعض القذائف. في الختام يقول الكاتب: معركة حلب هي أم المعارك المصيرية في الحرب على سوريا. كل طرف في تلك الحرب له مآلاته الخاصة، لكن الذي يفترض الاتفاق عليه هو قلعتها الشامخة التي تخص الإنسانية كلها وتخص شعوب تلك الأطراف التي تدعي الوفاء للإنسان فإذا بها تدعم قاتليه. قالت نورهان الشيخ في الأهرام المصرية: عودة روسيا إلى المنطقة تأتي في إطار منظور تعاوني وغير تنافسي مع القوى الكبرى الأخرى الفاعلة بها وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وموسكو حريص على التفاهم والتعاون مع واشنطن والأوروبيين رغم استمرار الخلاف والتوتر بين الجانبين، إلا إن هذا الحرص من الجانب الروسي لا يقابله خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة التي تبدو أميل إلى إضعاف داعش دون القضاء التام عليها، ليس فقط لأنها من ساعد على ظهورها ودعم تمددها في العراق وسوريا، ولكن لحاجة واشنطن إليها لتنفيذ مخططاتها في المنطقة. ختاماً تقول الكاتبة: إن المراوغة الأمريكية والتنصل من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع موسكو يظل تحدياً رئيسياً يواجه الأخيرة في حربها وحرب المنطقة بأسرها ضد الإرهاب، ويجعل القضاء على هذه التنظيمات أكثر تكلفة وأطول أمداً. إلا إن هذا لن يثني روسيا عن المضي قدماً فيما بدأته قبل عام حتى يتحقق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها. أخيراً نقرأ من صحيفة الأخبار اللبنانية: في ضوء التصعيد المتواصل والتهديدات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وموسكو، يهدد فشل المشروع الفرنسي بإنهاء جميع قنوات العمل الدبلوماسي حول الوضع السوري، ما قد يمهد إلى استقطاب عسكري موسكو ودول الأطلسي من شأنه الدفع بالميدان السوري نحو خيارات جديدة سوقت لها واشنطن مسبقاً. متابعة للتطورات الميدانية والسياسية انضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عمر معربوني. تحية لك سيد عمر، صباح الخير. صباح الخير سناء. أهلا بك سيد عمر. نبدأ من التطورات الميدانية وتقدم الهام الحاصل الجيش العربي السوري في حلب، ماذا في النتائج الميدانية لاستعادة السيطرة الكاملة على تلة الشيخ سعيد الاستراتيجية؟ صباح الخير أولا لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة ما يحصل في حلب من تقدم ميداني هو إن صح التعبير يعني نتائج لتراكمات عديدة من عمليات قامت فيها أو نفذتها وحدات الجيش العربي السوري على مدى أشهر سابقة، وبالتالي يعني هذا التقدم على المستوى الميداني يعكس القرار السياسي الواضح والحاسم بأن حلب يجب أن تكون خالية من الإرهاب وبشكل نهائي. أما فيما يخص يعني السيطرة على تلة الشيخ سعيد، فإذا ما راقبنا يعني طبيعة العمليات في حلب لوجدنا أن العمليات تتأرجح بين شمال حلب وجنوبها، لأن السيطرة على تلة الشيخ سعيد سبقتها السيطرة على مخيم حندرات وعلى مجموعة من تلال الشقيف والتي باتت تشرف على دوار الجندول، وبالتالي التقدم الذي حصل أيضا في حي الفراسرة هذا يعني بشكل مباشر
أن عمليات الجيش باتت يعني عمليات اقتراب على الحد الأمامي، الهدف منها كسر الحد الأمامي والانقضاض أو التقدم باتجاه يعني خطوط داخلية لهذه الجماعات التي تتمركز في الأحياء الشرقية لحلب. هذه العمليات بشكل واضح على المستوى العسكري تثبت أن الجيش يذهب باتجاه يعني حسم هذه المعركة. نحن في بدايات عمليات الضغط المباشر على خطوط الحد الأمامي لهذه الجماعات التي يبدو أنها تنكسر في كل مرة يقوم الجيش ووحدات الجيش بالاقتراب من هذه الخطوط. سيد عمر، بالنظر إلى الخارطة الميدانية وذكرت التفاصيل حول التقدم الحاصل للجيش العربي السوري على أكثر من محور، كيف نقرأ التأثير على العمليات اللاحقة في الميدان في العمليات المستقبلية؟ في الحقيقة نحن في مرحلة يعني ذات فيها الاشتباك السياسي على المستوى الدولي والإقليمي كبيرا وواضحا، وبالتالي ما يحصل في العمليات سيترجم، ستتم ترجمته في المجال السياسي لاحقا. قبل أن تحدث عن المجال السياسي، كيف ستكون ترجمته الميدانية بداية؟ لا، على مستوى الميدان نشاهد نحن عمليات متتابعة للجيش العربي السوري، ليس في حلب وحدها وإنما في ريف حماة وفي منطقة ريف دمشق الغربي، حيث يعني تستطيع أو استطاعت وحدات الجيش أن تنجز إنجازات كبيرة. وبالتالي على المستوى الميداني نحن في مرحلة تراكم الإنجازات وعلى كل المحاور والجبهات. هذه مسألة ترتبط بشكل أساسي، لهذا السبب أنا قلت يعني بالمسألة السياسية، ترتبط بقرار واضح لدى القيادة السياسية والقيادة العسكرية في سوريا بضرورة الانتقال إلى مرحلة حسم المعارك الأساسية. لكن على العموم نحن ما زلنا في مرحلة تثبيت نقاط الارتكاز الأساسية التي ستشكل في مرحلة لاحقة عملية القضاء على الجماعات الإرهابية في معاقلها الأساسية وفي كل الجبهات. لكن الآن يعني ضخم هذه العمليات تتركز في حلب بشكل أساسي لما تشكله حلب من أهمية جيوسياسية. نعم، وسياسيا الواقع الذي يفرض هذا التقدم الميداني الاستراتيجي الهام للجيش العربي السوري في حلب وأيضا في جبهات أخرى. نعم، نحن كنا قلنا في مرحلة سابقة أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية في سوريا أتاحت المجال لمسألة الدخول في حوارات جدية ولمسألة الحل السياسي والحل السلمي، لكن كان واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي كراعٍ أساسي لهذه الجماعات المسلحة تتجه باتجاه يعني الكثير من المناورة والكثير من المراوغة والكثير من الخبث الذي ظهر أخيرا من خلال يعني هذا يعني الاحتداد أو هذا الموقف الحاد الذي يحاول الضغط على سوريا أولا وعلى حلفاء سوريا بشكل أساسي روسيا وإيران. لكن يبدو تماما أن الجانب الروسي والدولة السورية وكل حلفائها تتحسب لهذا التوجه الأمريكي ولهذا السلوك الأمريكي من خلال توفير ما يلزم من إمكانيات لإكمال المواجهة. ونحن على العموم سنة يعني في زخم المواجهة، في قلب هذه المواجهة التي تستعر وتتجه برأيي إلى مزيد من التصعيد الذي تعد له كل الإمكانيات لمواجهته والانتصار على هذا المشروع المعادي. نعم. سيد عمر، بالحديث عن تصعيد الأمريكي والتوتر القائم والحاصل بين الطرفين الروسي والأمريكي، تحدثت عن تصعيد مقبل، كيف من الممكن أن تتطور هذه المواجهة بين الطرفين وما هي حدود هذا التصعيد؟ لا، إذا قرأنا المواقف الأمريكية يعني يبدو لنا مجموعة من التباينات يعني في المواقف الأمريكية، ليس في اللحظة الحالية فقط إنما بالرجوع إلى الأشهر السابقة وخصوصا يعني بين وزارتي الخارجية والدفاع. لكن على العموم يعني هناك خط سياسي جامع يجمع هذه الإدارة حول ماهية هذا المشروع وأهدافه. بتقديري يمكن أن نكون أمام حماقة يعني ترتكبها الإدارة الأمريكية في توجيه ضرباتنا إلى سوريا. لكن في هذا الاتجاه بالتحديد
أعتقد يعني أن الإدارة الأمريكية لم تحسب حساباتها بشكل دقيق، فإمكانيات الرد والرد الموجع والمزلزل قائمة ومحسوبة، وبالتالي يعني تستطيع سوريا بشكل أساسي ومعها المقاومة اللبنانية، ونحن عم نتكلم عن الوضع الميداني المباشر، مضافا لإمكانيات الحليف الروسي الذي أرسل مجموعة من الرسائل المباشرة والنارية والحادة إلى كل من يمر وعلى رأسهم أمريكا، عبر استخدام يعني منظومات دفاع جوي حديثة، عبر استخدام قطع بحرية متطورة وحديثة. وبالتالي هنا نحن أمام يعني مشهد يعتقد الأمريكي أنه يستطيع أن يوجه ضربة، وقد يستطيع يعني توجيه ضربة ما، لكن المسألة الأساسية هي كيف سيكون الرد. يعني أي حماقة في هذا الاتجاه ستدفع الأمور باتجاه المواجهة الشاملة والمفتوحة، والمتضرر الأول من الرد المزلزل سيكون بكل تأكيد الكيان الصهيوني، سواء على مستوى منشآته الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية العسكرية الكبرى، إضافة إلى تجمعات يعني الثقل السكاني في تل أبيب تحديدا، وفي جوزدان، وفي أكثر من مكان. إذن نحن في مرحلة يحاول الحليف الروسي بشكل أساسي ومعه طبعا الدولة السورية بكل مؤسساتها رسم معادلات جديدة وخطوط موازين قوى جديدة تتجه باتجاه إرساء معادلات الرعب التي تجعل الأمريكي يفكر مليون مرة قبل الإقدام على أي حماقة. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا، الخبير العسكري والاستراتيجي السيد عمر معربوني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أما الآن ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن قادة عسكريين أمريكيين تنبأوا بحرب كبيرة مضمونة الحدوث بحسب تعبيرهم بين الدول القومية في المستقبل، سيكون عمادها الخطط الاستخبارية والأسلحة الذكية الاصطناعية. ونقلت الصحيفة عن الجنرال ويليام هيكس أن الصراع التقليدي في المستقبل القريب سيكون مميتا وسريعا، ولن يملك أحد القدرة على إيقافه، مشيرا إلى أن سرعة الأحداث سوف ترهق قدرات الإنسان، وأن السرعة التي ستسمح للآلة باتخاذ القرار في المستقبل البعيد من المتوقع أن تحد من قدرتنا على التأقلم، مطالبا بعلاقة جيدة بين الإنسان والآلة. إذن نتابع ما الذي كشفته صحيفة ديلي ميل. في حين أشار رئيس أركان الجيش الجنرال مارك ميلي أن حربا بين الدول القومية في مرحلة ما في المستقبل أصبح تقريبا محسومة، موضحا أن الخصوم في المستقبل يمكن أن ينهوا التفوق الجوي الذي تميزت به القوات الجوية الأمريكية منذ الحرب الكورية وقدرات مكافحة الوصول، وأنه من المتوقع أن تمنع البارجات الحربية من الوصول إلى أرض المعارك. أهلا بكم في فقرة أقلام إلكترونية. أكدت مصادر دبلوماسية للمنار نقلا عن تقارير استخبارية أن معدات حربية تضم دبابات وصواريخ وصلت إلى الأراضي السورية منذ فترة استعدادا لمرحلة جديدة في الأزمة السورية يتهيأ للقيام بها وتنفيذ خططها الحلف الأمريكي التركي الخليجي الأوروبي ضد الدولة السورية لصالح العصابات الإرهابية الممولة سعوديا وقطريا. وقالت المصادر إن الأراضي التركية والأردنية مفتوحة أمام ضخ المرتزقة والأسلحة وحدات عسكرية خاصة من دول مختلفة، مما يؤشر إلى وجود خطط للتصعيد العسكري بعد الضربات القاسية التي وجهها الجيش العربي السوري للمجموعات الإرهابية خاصة في المنطقتين الشمالية والجنوبية من سوريا. مشاهدينا، أما الآن نذهب إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية.
مشاهدينا لرسائلكم وتعليقاتكم، نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. في أمان الله.